انضم إلينا من واشنطن عبر سكايب البروفيسور طلال نصولي، أستاذ المناعة والحساسية في كلية الطب بجامعة جورج تاونز ومدير المركز الدولي لدراسات المناعة في العاصمة واشنطن. أرحب بك دكتور طلال معنا في هذه النافذة. مرحبا. يعني أبدأ معك، إلى أي مدى يبدو هذا الكلام دقيق أنه الأشخاص الذين يحملون زمرة دم أو هم أقل عرضة من الأشخاص من أصحاب زمر الدم الأخرى؟ لك هذه دراسة ما كثير مهمة، عملوها بالصين وفرجوا أنه في أسوسيشن، يعني أنه ناس اللي عندهم أو يعني عندهم بروتكشن، يعني بيصير معهم مشاكل اقل من اللي عندهم الجروب اي. انتبهت شو؟ بس هذه مش ساينتفيك، بس اني شافوا انه في اسوسيشن لاكثر ولا اقل. ودراسي عندي يا هون، الدراسي موجوده، الدراسه وحده طلعت، بس ما لها قيمه من ناحيه المناعه. انا اخصائي مناعه، جهاز مناعه عند الاو والاي نفس الشيء. انتبهت يعني دكتور عندما تقول غير مهمه، يعني هل تعني انه لم مهمة يثبت؟ صح، إيه ما ثبت، ما في اثبات. وبعدين بيضر هذا كثير، لانه بيصير اللي بيقول لك انا معي او بدي اروح ارقص وانزل وروح على المطاعم وكذا وبده يمرض، واللي معه ايه بده يصير عنده ديبرشن، بده يقعد بالبيت ويصير يصلي كل يوم، بيقول لي شو بده يصير فيه. كلام فارغ. هذه طيب دراسه دكتور، طلعت بالصين، ما اسوسيشن بس شرفي. طيب دكتور، ايضا يعني الدراسات كثرت بكل شيء متعلق بهذا الفيروس، يعني يقال انه هو ينتقل بالهواء عن طريق السعال، يتواجد على الاسطح من غير المعروف مده بقائه على الاسطح، وايضا هناك دراسه تقول انه ما بينتقل عن طريق الطعام او حتى من غير الضروري تطهير المغلفات الغذائيه. تحديدا بالنسبه لموضوع الهواء، ما حقيقة انتقال الفيروس عبر الهواء؟ ممتاز. اولا اذا اعتبري واحد عطس، اوكي، بيطلع اول شيء نقاط ليكويد اللي هي السيلان، اوكي، هذه العطسه هون رح افتحها انا بنشوف طلع 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 ال شو اسمه السيلان، بينزل على الطاوله بينزل على الايد، هذا مطهر بقى، ما في مشكله معه. ثانيا بنفس الوقت بيطلع امرو ايربورن، قطعه صغيره تطلع بالهواء، يعني كيف الايروسول اللي عندنا بنستعمله للازمه بيطلع بالهواء، وهيدا قطعة صغيرة كتير من الفيروس الفيرون، يعني بيدلوا موجودين بالهواء شيء 120 أو 180 دقيقة. الدراسة اللي عملوها تبعت شو؟ هلا الدراسة اللي عملوها بقلب المستشفى بالغرفة المريض اللي عم بيفرز كميات كبيرة من هالقصص هذه. انتبهتي كيف؟ وشال يعني المريض. هل ممكن أن تختلف المقاييس خارج المستشفى بهذا يعني من معلوم؟ صح، لانه بالمستشفى المريض جدا وعم يصير معه مشاكل هيك، بس بده ينتبه. هلا مشاكل هيك احنا كلها بدنا نحط حتى الكمامات، انتبهت شو؟ بس ما ينشغل بينا، اذا ظهرنا لبرا في الجو على الحديقه ولا عم نعمل جوجينج ما في مشكله اطلاقا. بقى مشاكل هيك بدنا نحذر، بدنا نحط الكمامات اكثريه الوقت نحن، وما معناتها انه 100% بده يكون بالجو على طول، الا ما يكون حتى من دون ما يعطس. حتى فرجوا هني اليابان عمل دراسه انه اذا واحد عم يتحدث مع صاحبه ومعه الكورونا فيروس معقول يطلعوا يدلوا فوق لهذا السبب بدل نلبس الكمامات. طيب دكتور، أدوية الجرب، يقال أنه أدوية الجرب أيضا يمكن استخدامها بمعالجة فيروس كورونا، إلى أي مدى هذا الكلام يبدو دقيق؟ مزبوط، عملوا دراسة اسمه إيفرميكتين، هذا الدواء اللي عملوه، وفرجوا أنه إيفرميكتين بيمشي على الكورونا فيروس، ما بيخلي هو الكورونا فيروس مش يتنقي يمشي، بده يفوت على النيوكليوس تبعنا. اذا نحن عندنا الخلايا تبعيتنا وعندنا النيوكليوس هو النويو، فهمت علي كيف؟ والدي ان اي على جوا هو تعيش، بده يستعمل دي ان اي تبعنا تعمل ترانسكريبشن، فهمت علي كيف؟ وريبليكيشن. بيجي هذا الكورونا فيروس بده يفوت، ما بيقدر يفوت بقى على النيوكليوس لانه الايفرميكتين بيمنعه يفوت على النيوكليوس. بقى هذا اختراع كبير. طيب دكتور، هنا أيضا يبرز سؤال، يعني صار في أكثر من دواء يمكن استخدامه اليوم لمعالجة فيروس كورونا، على أي أساس يقرر أنه اليوم سنستخدم أو على هذا المصاب سيتم استخدام هذا الدواء بالتحديد ليس غيره؟ صح، هني أهم شيء بده يكون الدواء مدروس ومقبول من وزارة الصحة ووزارة الـ FDA اللي عندنا بأمريكا، ولا اللي موجود بأوروبا ولا بلاد العربية وين ما كان الواحد بيروح. تبعتي شو المشكلة؟ إنه أمرار عم بيطلبوا دراسات على أطول مدة تكون إنه هذا دواء سليم. هلا الإيفرميكتين موجود، إحنا بنستعمله صاروا شيء 20-30 سنة بنستعمله
السكيبيز اللي هو الجرابل، وبنستعمله للروزيشا كمان الورديه. ما عنده اعراض جانبيه معروفه كبيره، وما لازم واحد يشغل باله عليها. بقى هلا عم يعملوا دراسات على البني ادم اللي عندهم الكورونا فايروس تيشوفوا شو اللي عم بيصير. هو المشكله الكبيره انه بيصير بدهم يعطوا الدواء على اثنين جروب، جروب ياخذ الدواء الايفرمكتين تبع اللي عم يعملوا اختبار عليه وكورونا فايروس، وجروب ثاني معه كورونا فايروس ما بيعطوهم شيء. بامرار بيصير في اتيكال، امور اتيكال، انه كيف عم نعالج واحد معقول نساعده، واللي ما عم نعالجه عم نستعمله بدراسه ومعقول يتوفى، ولا معقول يصير في عنده خراب فيها. طيب بس دكتور، انا بعتقد هدول يطلعوا. تفضل. ايضا سؤال بما يخص الاضرار، يعني بدايه كان بيصيب الجهاز التنفسي وبعدين بات يصيب اعضاء مختلفه من الجسم، ماذا بالنسبه لاصابه القلب والكلى؟ يعني هل هي حالات نادره ام يجب التعامل اليوم مع الفيروس على انه يصيب كافه اعضاء الجسم؟ ليك هذا سؤال كويس. اول ما طلع الكورونا فيروس 19 نحن كلياتنا شفنا انه بفوت على الرئات ويعمل تجويف في الرئات، بيروح النيموسايت 1 نيموسايت 2 اللي بيجيب الاكسجين، والنيموسايت 2 اللي بيترك الالفيولا مفتوحه بتتسكر بطل يتنفس، بيفصل الواحد بده يحطوه على آلة التنفس، اللي مع الاسف 80% اللي ناس بفوتوا على آلة التنفس بده في وفيات فيها ما بده يوصل عليها. هلا شو بين دغري؟ انه عم بينزل صار على القلب، بيعمل مايوكاردايتس بيروح العضله تبع القلب، بيزيع الكلاوي بيروح الكلاوي. هلا دراسه جديده فرج بيروح على المخ بيعمل انسفالايتس المخ، وهلا دراسات فرج بيزيع الكبد بيروح الكبد وبيروح كمان الجهاز الهضمي. ما بقي شيء عنا الا الدم. هلا من شي جمعه فرجوا انه هذا بيعمل جلطات، في شخص بامريكا صار معه جلطات وحاطط بده يظهر، مش حاله هو صار جلطات بيجروا قطعوا له اجره تقدر يظهر. يعني هذا فيروس شيطاني، ولازم نعمل كل جهنا، كل البلدان، كل الأطباء، كل العلماء بالعالم هلا بدنا نشوف العضلات تبعولهم تنطلع ونخلص من هالكيرس الكبير. البروفيسور طلال نصولي، أستاذ المناعة والحساسية بكلية الطب بجامعة جورج تاون، شكرا جزيلا لك.